الراجل مش هيدخلني الا لما هيلاعبني. في مباراة الزمالك اللي حضرتك بتتكلم فيها كانت النتيجة 0-0، والمباراة دي كسبنا 2-0 يعني، الحمد لله ربنا كرم ونزلت شوط تاني. هو كان مستر مانويل على طول ليه تغيير، في تغيير كده يا بين الشوطين يا اول نص ساعة، ده اول نص ساعة ده بيبقى واخد زيرو من قبل ما نبدأ. طب والله لما خليك عام كان بيعمل الزيرو ازاي بأمان؟ كان يجي يكلمك بقى عشان هتخرج وانت الوحش بيخرجه حتى لو هو نجم. اصل جمعة خد زيرو. لا كان بيعمل ازاي مثلا؟ كان بيعمل الزيرو عادل زيرو. ده مرة اي تركي خد زيرو، اي مرة خد زيرو. واللعيبه كانت بتزعل قوي، كان بيقولها بطريقه اتشدوا قوي. هو وبعدين مش عمال يوزع زيروهات، فانا ايه، ففي حد يعني ايه بدون ذكر اسماء مكاني ملوش. المهم ايه، انا بعد ايه، كان عاشور، كان حسام عاشور على الجنب، فانا ايه بعد نص ساعه انا شايف الراجل ايه عمال يديله زيرو وقلب عليه، فانا ايه قمت نازل ورابط الرباط وجاب الشنكار بتاعي. فعاشور قال لي ايه ده؟ قلت له عاشور انا اول تغييره. فقال لي ايه؟ قلت له زي ما بقول لك. المهم ايه، خلص الشوط والله العظيم ما كابتن شادي وهو داخل كده قال لي اعدل ورم اب سخ. قلت له اوكي. هم كابتن شادي نزلت شوط تاني الحمد لله ربنا كرمنا بجون احمد فتحي وجون عماد متعب، فطلع الراجل بصراحه شكر فيا في المؤتمر بعد المباراه. مباريات كتير كده يعني، مباريات كتير كده، ممكن مباراه اسك اللي احنا لعبناها في ابيجان دي كانت مباراة قوية جدا، والأجواء كابتن شادي احنا كانت صعبة جدا جدا، احنا اتفاجئنا. انا اسك انا بقول بس لك، هو انا السؤال هنا، هو قال لك اللي انت هتلعب المباراة دي؟ لأن كله اتفاجئ في التوقيت ده، هو كان قايل لك ولا بص ما يا كابتن قالكش شادي، أي انت حاجة؟ عارف التكتيك اللي احنا كنا بنعمله قبل ال قبل الت كان قبلها بيحط في التشكيل، بيحط في التشكيل، بس ساعات ممكن يلعبني شويه وممكن يلعب اسلام بيروح شويه مغير عشان ما يدكش امان اللي انت ما اساسي. يدانش. فانا كابتن حسام بدري كان قاعد على الثلاجه بره، فبجيب كوره من الاوت قال لي شد حيلك عشان انت هتلعب. انا بقى العب اجواء كابتن شادي، اسك بقى لهم 14 سنه ما بيخسروش على الملعب ده، تمام؟ يا بيتعادلوا يا بيكسبوا. والملعب كان الملعب ده اصلا ملعب رجبي، تمام؟ الناس يعني ما تعرفش ملعب رجبي، وكان بيتلعب عليه مباراه قبلها جلته عالية وانجلته عاليه وطينه، الطينه لما نشفت طلع شمس، فالطينه الادام بتاعه الجزم لما موجود. تيجي موجوده. وبعدين في حاجة يعني، والله اللي احنا بنقوله ده تاريخ يعني بيحصل، انت بتعمل سبرنت، الرجوع مع الجو في حاجة في بتحس عيل انت بتجري صغير بس واقف، واقف مكان. حلوة دي بس في عيل صغير واقف في صدر. والله العظيم دي حقيقة، وانت تستغرب وفي ايه، انا عايز اجري بس مش في قادر. هوا وفي شمس يعني، وفي لعيبه عادي، وتحس يا كابتن شادي واحنا راجعين مش قادر اخد نفسي. فكان على طول انا كنت بصدر بركات، بركات هو يهاجم وانا هقف ادافع. المهم خلصنا الماتش وكسبنا الحمد لله 1-0 جون ابو تريكه، ودخلنا بنش بعد المباراه. لقيت مستر مانويل داخل، هو المفروض عارف انت كابتن شادي بيلف على الفريق كله بيسلم عليه يعني. لقيته داخل عليا انا مباشره كده، كان شوقي عملت جنبي، ماتش جامد قوي انت الماتش. ضربني على دماغي قال لي جود ادي الجود، وضربني على دماغي كان شوقي جنبي. فانا قلت بس انا هرجع مصر بقى احط رجلي بقى، انت عارف اللعبه في النادي الاهلي فرصه لازم الواحد يمسك فيها. فرجعت، فرايحين نلعب المصري بورسعيد، تمام؟ ماتش 2-2 لو حضرتك تتذكره يعني. فانا قاعد في المحاضره، كان بركات تعب جاله برد، وكان جايب عبد الحميد حسن معانا رقم 19 في السكواد عشان لو بركات حصل له حاجه عبد الحميد يخش. فالراجل بيقول التشكيل وبيقول السكور، فلقيته عادل اوت بره ال 18. بره ال 18. وانت لسه قايل لك انت مكسر الدنيا. انا بعدها باسبوع يعني رجعنا مصر هنلعب بقى خلاص اول ماتش في الدوري. قال لي عادل اوت، فانا بحسبه يعني ترجم غلط، احمد عبده ترجم غلط. فبسال احمد عبده بقول له عبده هو انا بره؟ فهو فهمني طبعا مستر مانو، قال لي ايزي ادل يو ار اوت. الله يجد. فيعني انا عادي جدا، عادي مباريات كتير كده.